بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحدثنا في السابق عن تحليل البيئة باستخدام SWOT analysis، وتحدثنا عن تحليل العوامل البيئة الداخلية بدرجة كبيرة جدا باستخدام root cause analysis، والآن نريد أن نستخدم تحليل البيئة الخارجية بعمق أكثر باستخدام PESTEL. وPESTEL هو اختصار لستة كلمات يستخدم لتحليل الفرص والمهددات اللي هي أشياء خارج نطاق الكلية أو الإدارة أو الجامعة. الستة عوامل هي political, economical, social, technological, legal, environmental. فبنشوف الأثر بتاع السياسة والاقتصاد والأثر الاجتماعي والأثر التقني والقانوني والبيئي على الإدارة أو الكلية أو الجامعة. لو مسكنا مثلا العنصر الأول اللي هو political، الدولة عندها سياساتها، والوزارة التعليم العالي عنده سياسات، والجامعة عندها سياسات تجاه الكليات. مثلا الدولة من سياساتها أدت إلى انخفاض قيمة العملة، وداخل مشروات الكليات تكون يعني غالية، مشروات الإدارات والمعاهد وهكذا. من السياسات إنه أصبح أبناء المغتربين يدفعوا قروش بالعملة السودانية، بينما الدولة الكليات والجامعة بتحتاج لعملة صعبة لشراء الأشياء التقنية والتكنولوجيا من الخارج وللذهاب للمؤتمرات وهكذا. طيب، الطلاب برضو من مناطق النزاعات، المناطق الثلاثة جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، يقبلوا مجانا، ونتمنى أن وزارة التعليم العالي تساعد الجامعات أنه تتحمل وزارة المالية الاتحادية أو الحكومات الولايات مصاريف هذه الطلاب، عشان ما يكونوا مصدر مهدد لميزانيات الكليات وميزانيات الجامعات. طيب، وزارة التعليم العالي نفسها سياساتها واضحة جدا جدا في استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في الاستراتيجية بتاعتهم قالوا إنه الجامعات لازم تبتعد في الثلاث سنة القادمة عن التمويل التقليدي، والتمويل التقليدي هو الدعم الحكومي زائدا رسوم الطلاب. رسوم الطلاب حتستمر وقد ترتفع، ولكن الدعم الحكومي قد يتدنى وقد يتوقف. وقالوا في استراتيجيتهم برضو إنه البحث العلمي لازم يعني يمول نفسه بنفسه، بالتالي لازم نبحث عن مصادر جيدة لدعم البحث العلمي وشركاء يعرفوا قيمة البحث العلمي. وبرضو استراتيجية التعليم العالي قالت إنه الجامعات لازم تحقق استقلال إداري وأكاديمي ومالي. ده كلها معناتها الجامعة لازم تبحث عن استثمارات قوية جدا جدا تعينها في مستقبل أيامها. من الأشياء الثانية هي ما سياسات لكن تتدخل في السياسات بتاعت الجامعة اللي هي في إدارة الجامعة، العمل، جودة العمل في الجامعة وفي الكليات. ومنها ديوان المراجعة العام في تقريره في 2017 عمل ملاحظة على قرار، قال على أي سند اتخذ هذا القرار في التحول الرقمي في الجامعة، قال على أي سند اتخذ هذا القرار، علما بأن استراتيجية الجامعة لم تكن مجازة في 2017. معنات الاستراتيجية مهمة تدي سند لاتخاذ القرارات. برضو ديوان المراجعة العام في تقريره المالي في 2018 أشار لكثير من الملاحظات في تطبيق اللوائح المالية، وبالتالي لازم يدرب العمداء ونوابهم في وجود مندوب من المراجع العام، وفي وجود المستشار القانوني وخبراء في المحاسبة وإدارة الجامعة، حتى ما يحصل خلل في درجة التفويض الإداري وتقصير الظل الإداري اللي بتتعمل في حساب الكليات. طيب، برضو في سياسات نحن بنتكلم عن النظام الصحي والتأمين الصحي،
والناس صارت تفكر في إذا كان عندنا مستشفى كلها مع التأمين الصحي بتاعت الطلاب والعاملين في الجامعة كلها تمشي للمستشفى والمستشفى تكون مسؤولة من علاجاتهم، دي إذا قامت المستشفى بإذن الله. أو يفكروا في شركات خاصة للعلاج، خاصة العلاج أصبح مكلف. وبرضو أن إحنا نعرف من الأشياء اللي هي الصرف المالي، يعني تأثر كثير جدا جدا، كان مستمر الصرف المالي رغم أنه كان في إغلاق في فترة الثورة وفي فترة الكوفيد 19. طيب برضو الاتجاه لأنه يكون في أساتذة خارجيين في الامتحانات مع ضعف العملة المحلية أصبح الصرف برضو عالي، وبرضو المشروات بتاعت الامتحانات نفسها من أحبار وطباعة وهكذا برضو أصبحت مكلفة جدا. وعلى أي حال حتى الناس المستبقين الحمد لله تمت إجازتهم والعبء بتاعهم ما كثير، ولكن العبء الأكثر هو بتاع الناس المتعاونين ولا بد أن يدرسوا وكذا. من العامل الاقتصادي المؤثر على الفرص أو مهدد بالنسبة لنا اللي هو المشتريات، نظام المشتريات عندنا ما زال يعني عقيم ولا بد من تحديثه في وجود التجارة، قوانين التجارة الإلكترونية ما ممكن كلية تطلب يشتروا لها حاجة وبعدين يقول لها تخش في مناغصة وفواتير والظروف واللجان وفتح الظروف وفتح الكذا، وبعدين لما يقع العطاء على جهة بعد 3 إلى 6 أسابيع يكون ثمن الحاجة تضاعف 3-4 مرات، خسارة مالية وخسارة في الزمن. في على الأقل كثير من الأشياء الفواتير ممكن تجي إلكترونيا في نفس اليوم، وممكن ثاني يوم طوال اللجنة تنعقد وتحدد الحاجة اللي عايز تشتريها شنو، بس يؤسس على الكلام دي ويستشار فوقه المراجع العام لو ممكن انه تدعم بطريقة أكثر كفاءة. طيب المتعاونين تكلمنا عنهم، الحوافز برضو لازم تكون في سياسة واضحة للحوافز. الظروف أصبحت الاقتصادية صعبة وأي إنسان عايز يسجل نفسه في لسة الحوافز، ولكن لابد أن تكون حوافز إنتاج لأنها في النهاية حتضعف وتستهلك حسابات الكليات. في أشياء مركزية لا ندري ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن مثلا الجاز، حاجات الطاقة دي للجنريترات والعربات الجامعة، دفع قيمة الكهرباء والموية وكذا، دي كلها بتدفع مركزيا، ولا أدري ماذا سيحدث في المستقبل، لازم الناس يتحسبوا لأي حاجة. طيب الكليات بتدفع برضو دعم للطلاب سواء كانوا مرضى أو دعم اجتماعي وكذا، بتدفع لهم دعومات ولمناشط ولتدريب وقوافل ولتدريب الأساتذة، تدفع أموال أو يفترض أنها تدفع أموال. وزي ما قلنا the answer is massive training، ده تطلع جيل تمام، لازم يكون التدريب ما أقل من 40% من الساعات المعتمدة للمنهج، بيعمل لك سمعة كويسة جدا في الجامعة، والخريجين بتعينك بيكونوا فعلا outcome based أو competency based. طيب نجي نشوف العوامل المجتمعية، طالما في زيادة سكانية معناتها في حوجة لإكمال الدراسة الجامعية، وبالتالي نتوقع دائما المقدمين يعني سيل المقدمين للدبلومات ولدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لن ينقطع طالما في زيادة وفي رغبة في إكمال التعليم الجامعي وكذا. طيب لكن في أشياء برضو من الناحية الاجتماعية لازم الناس يناقشوها بعمق. دائما في التعليم الناس بتكلموا عن المساواة ونقول لك تعليم منصف وتعليم عادل، يعني احنا نتكلم عن إكويتي، ولكن برضو لما نجي نتكلم ندخل معه القبول الخاص نلقى طالب مثلا إذا جاب 87 أو 88 إذا كان هو قبول خاص قد يقبل، إذا كان قبول عام قد ما يلقى فرصته، ونحن جامعة لنا قيمنا ولنا مبادئنا وكذا، حقوا الناس يفكروا فيها بعمق أكثر. ولنا برضو حوجتنا الاقتصادية أو economical demands. طيب القبول بتاع الأبناء الطلاب من الولايات اللي قلنا متأثرة بالحرب تكلمنا عنه، لابد من بحث من أين يأتي هذا المال. وبرضو الجامعة حق تفتح أبواب للناس الغير مسلمين إنه يدرسوا فيها، برضو قد يكونوا هم مصدر دعم للجامعة من الناحية الاجتماعية، وفي نفس الوقت
حتى من الناحية المالية والتعاون، وبتبني أنت في مجتمع متسق وبيناته كثير من المودة والمحبة والاحترام. وفي قانون الجامعة غير ممنوع، لا يمنع أي إنسان للعمل أو الدراسة بسبب لونه وجنسه ودينه وكده، دي مكتوبة في قانون الجامعة. طيب التوزيع العمال والموظفين حقيقة في الفروع الجامعة يقال إنه عددهم كبير جدا بالنسبة لعدد الدارسين هناك، ويقال إنه العدد أقل في المركز هنا في الجامعة. والحتة دي عشان نقدر تحرك لابد إنه الناس ينتبهوا لها كمان، ما تعمل هزة يعني في هؤلاء في منسوبي الجامعة من عاملين وموظفين وكذا، ولكن لازم تدرس بطريقة عميقة عشان يستفيدوا منهم، ويكون في كفاءة إدارية موجودة وكفاءة للجامعة تعليمية وكذا. طيب حكاية التقانة التكنولوجيكال، احنا عارفين التكلفة بتاعت التقانة عالية جدا، سواء كان في نقل المعلومات من مؤتمرات أو يجون فيزيتنج بروفيسورز أو في المشتروات للمعامل وللوراش وللتحول الرقمي وكذا، كل الأشياء بقت غالية جدا جدا، انت محتاج فيها لدولارات ومحتاج فيها لكذا، وتوقع انه يحصل شح في المسألة دي طالما بقى القبول أبناء المغتربين بالجنيه السوداني. طيب برضو في القوانين، أن احنا متجهين للتعليم الإلكتروني، ونتوقع أنه بعدين واحد يقدم لنا محاضرات كلها صورة وصوت، يجي يقول أنا عندي حق الملكية الفكرية وما يوزعوا لي الأفلام بتاعتي وما وما وما، لكن أعتقد في القانون دي لازم تكيف برضو في الاستراتيجية، أي حاجة مدفوعة الأجر دي ملكية الجامعة الملكية الفكرية، حتى البرامج البرمجيات اللي بيشتروها ناس التحول الرقمي وناس الحاسوب إذا اشترت الجامعة تكون ملكية الفكرية حقت الجامعة، والشركة المنتجة لا تستطيع أن تبيع لجهة تانية ما لم تستأذن من الجامعة. محتاجين في القانون برضو نشتغل أكثر في أخلاقيات البحث العلمي، عندنا في كلية الطب عندنا لجنة لأخلاقيات البحث العلمي من سنين طويلة، ولكن الأشياء اللي بتأثر على تركيبة الإنسان وتأثر عليه وتسبب أمراض ولا تغير جيناته دي من وزارة الصحة الاتحادية، دائما في الدول بتكون كده. بالنسبة للجامعة لازم يكون فيها برضو لجنة لأخلاقيات البحث العلمي، وحتى لما تجيب أنت بيانات من أي شركة أو من أي وزارة أو من كده أو من بنك أو غيره لازم تكون بمعرفة إدارة هذه الشركات أو الوزارات، لأنه دي بيانات تخصها، وبالتالي يعني إحنا بندعو إنه مدراء هذه الشركات والبنوك يكونوا هم مساعدين باحثين، وبالتالي حنخلق شراكات قوية جدا من توجهنا بعد ذلك لتمويل البحوث طالما هي بيانات حقيقة وحتحل لهم مشاكل وكذا. برضو من الناحية القانونية علينا أن نكون صارمين في تطبيق القانون rule of law، خاصة للانتحالات في البحث وللغش والأشياء دي، سواء كان من دارسين في درجة الماجستير والدكتوراه أو سواء كان من الطلاب في بحوث التخرج بتاعتهم أو سواء كان من الأساتذة في الترقي بتاعتهم، ولازم تتخذ أشياء صارمة، قوانين صارمة، يعني زمن زي ما يقولوا القطغتة والدسدسة والحاجات انتهت، وأخلاقيات الجامعة تتأثر كثير سمعة الجامعة إذا يعني تجاهلت هذه الأشياء، لازم تكون واضحة والقانون فيها يكون واضح. في برضو حاجة بسيطة، أحيانا بعض الأعمال اللي هي بتحتاج لعمالة مباشرة، يعني إحنا بصراحة بنخلي يعني الموضوع يمشي لعطاءات في الشؤون الهندسية، ويأخذ زمن طويل جدا وعطاءات وناي وكده جرجرة، تزيد التكاليف خالص خالص في النهاية وترتفع الأسعار، ولازم تأسس الاستراتيجية لمستوى محدد من العمالة المباشرة الدايركت ليبر وكده تنجز به عمله. طيب برضو البيئة لها أثرها، يعني إحنا عارفين مثلا الأمراض المعدية خاصة كوفيد 19 أثر على العالم كله، وبالتالي أثر على اقتصادياته وكده واجتماعياته.
في معاملنا ان احنا لازم نستعمل وسائل السلامه مش الكمامات بس، لازم ان احنا عندنا ابواب بتاعت الحريق اذا حصل لا سمح الله حريق او ابخره او كده، لازم يكون في ابواب طوارئ الناس يخرجوا بيها، وهكذا وسائل السلامه والطفايات دي كمس فيرست من الاشياء الاولويات اللي المفروض تنعمل. و عندنا برضو ان احنا احيانا طفح يحصل في المجاري، وعندنا يعني وحدة كاملة شغالة في المسألة دي، وعندنا عربية بتاع السحب، ولكن أحيانا يمشي أجر عربات من برا، ودي لازم كمان يعني تكون الناس صارمين فيها لأنها مكلفة جدا جدا وكده، ودي برضو بتغدح في الكفاءة الإدارية للمؤسسة. طيب عشان نحن نكون جامعة فعلا منافسة لازم يكون عندنا توجه أكاديمي، ولازم يكون عندنا تدريب مكثف نطلع يعني ناس ماهرين في وظائف يقتحموا السوق ينجزوا أعمالهم. لازم يكون هو competency based curricula أو outcome based curricula، يعني لازم المسألة الناس يتوجهوا لها، مش المناهج بس ونسبة التدريب فيها. أيضا البيئة الجامعية الثانية، الطلاب ديل شباب دايرين الكورة والسباحة والتنس الطاولة ويمكن التنس الكذا، ودايرين الفولي بول وباسكت بول وأشياء كثيرة، يعني لازم البيئة تكتمل بالنسبة لهم، لأنه دي بتدي سمعة طيبة جدا. الناس بيقدموا بكثافة، بتاخذ طلبات بتعلم التقديم كثير، تاخذ الدرجات العليا منهم، ممكن ترفع الدخل بتاعك لو رفعته الرسوم بتاعتك، سواء كان في بدلة البكالوريوس أو في الماجستير والدكتوراه. طيب نحن في كل واحدة من الستة معايير ديل نحن بنشوف الأثر شنو في كل واحدة، الأثر السياسي ده كان إيجابي ولا سلبي بالنسبة لنا ونكتبه، وكذلك الاقتصادي الاجتماعي التقني القانوني والبيئي. وبعدين نقوم بعد ما كتبنا كل واحدة نجي نشوف التحدي بالنسبة لنا شنو في كل واحدة، المصدر بتاع التحدي شنو، ومعالجته كيف ومتى تنتهي. الكلام ده مهم جدا، لأنه لما نجي نحن بعدين في تحليل مؤشرات الأداء بنقول التحديات بتاعتنا دي نحن أنجزنا فيها شنو، وبنقول الأهداف بتاعتنا نحن أنجزنا فيها شنو. إلى هنا نكون نحن انتهينا من تحليل البيئة الداخلية بكثافة بالروت كوز أناليسيس، وتحليل البيئة الخارجية بعمق بطريقة بيستل، وبعد ده نكتب نملأ الفراغات ويعني نكتب الأهداف تحت الكلية، والأهداف لازم تتكتب بطريقة منطقية يعني يمكن تطبيقها، تكون الهدف يكون محدد له زمن محدد ينجز فيه ويمكن يقاس. بالتالي احنا نقدر نتكلم عن مؤشرات اداء، واداره الاستراتيجيه اللي هنا توقع تكون داخل اداره الجوده والاعتماد، تقدم تقارير عن نسبه الانجاز في الاستراتيجيه في كل كليه وفي كل اداره، كل على الاقل كل 6 شهور لمجلس الجامعه ولاداره الجامعه ولمجلس اساتذه الجامعه وللادارات نفسها وللكليات نفسها. وإلى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نتمنى لكم الصحة والعافية وللجامعة التقدم والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله.